نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العناوين. جلالة الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر. الكاردينال بتسبالا يدعو الرعاية والجماعات الرهبانية إلى صلاة مشتركة من أجل السلام. منح الأب منويل بدر رتبة فارس القبر المقدس تقديراً لعطائه وخدماته للكنيسة. وفيها أيضاً انتقال مريم العذراء إلى السماء علامة رجاء في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. من العناوين إلى التفاصيل: أكد جلالة الملك ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة تجنباً للانزلاق نحو حرب إقليمية، وشدد جلالته على أن المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها طالما الحرب على غزة مستمرة. وجدد جلالة الملك التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر، وحذر جلالته من خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها. بمناسبة الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، وجه غبطة الكاردينال بيير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين نداء دعا فيه إلى الصلاة من أجل تحقيق السلام بشفاعة أمنا مريم المباركة، معربا عن أمله أن تتحد الرعاية والجماعات الرهبانية والحجاج الموجودون في الأرض المقدسة في صلاة مشتركة من أجل السلام. وقال: لقد مضت أشهر على بداية الحرب ولا زالت المعاناة الناجمة عن هذا الصراع مستمرة، بل يبدو أنها تشتد كراهية وحقدا مما يزيد من حدة العنف ويبعدنا عن إمكانية إيجاد حلول. وأضاف غبطته: لقد أصبح من الصعب تصور نهاية لهذا الصراع الذي يؤثر سلبا على حياة شعبنا أكثر من أي وقت مضى، كما من الصعب العثور على أشخاص ومؤسسات مستعدة للحوار حول المستقبل والعمل على بناء علاقات سلمية. منح سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس رتبة فارس القبر المقدس للأب منويل بدر لينضم إلى جمعية الفرسان في الأردن وفلسطين والعالم. وفي عدة القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي في العاصمة عمان، بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من أبناء الرعية والمدعوين، دعا المطران الشوملي للحاضرين إلى عيش فضيلة المحبة والإحسان، لافتا إلى أن للصليب مكانة خاصة في هذا الاحتفال الذي يستمد قراءاته من عيد ارتفاع الصليب. وختم المطران الشوملي عظته بالحديث عن معاني ارتفاع الصليب، ويشار أن الأب منويل هو أحد كهنة البطريركية اللاتينية، وقد تنقل في خدمة الرعاية في الأردن وألمانيا لمدة تزيد عن 40 عام، وقد جاء منحه لقب فارس القبر المقدس تقديراً لعطائه وخدمته ودعمه المادي والمعنوي للكنيسة والرعية. من خلال دورة سنوية قدمها مكتب التعليم المسيحي بالتعاون مع مركز إثراء للتدريب، اختتم 54 مربياً ومربية تابعين للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في الأردن وعدة مدارس خاصة دورة سنوية في مركز سيدة السلام طريق المطار بعمان في جو من التفكير البناء والعيش الحقيقي للذات. وبعد مسيرة يومين من العصف الذهني والفكري تلقاها المربون والمربيات، وزع مدير مكتب التعليم المسيحي الأب طارق أبو حنة الشهادات على جميع المشاركين والمشاركات، متمنيا لهم جميعا البركة والخير في تنشئة أجيال المستقبل. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على فضائية نورسات في حلقة جديدة بعنوان مشاركتنا في الحياة السياسية الأستاذ رمزي خوري المستشار السياسي والإعلامي، حيث جرى الحديث حول موضوعات متعددة تشمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك، والدولة المدنية والديمقراطية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وكيفية تهيئة البنية التحتية للعملية السياسية في المملكة. كونوا معنا. سيدي، أنتم كنتم عضواً وعضواً فاعلاً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. لو تعطينا فكرة عن هذا الدور المهم
قبل 12-13 سنة جلالة الملك عبد الله الثاني قدم للشعب الأردني الأوراق النقاشية، والأوراق النقاشية تناولت المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والهدف منها كان أن نبدأ بالنقاش على ما هو الأردن الذي نريد في المئوية الثانية. إحنا انهينا المئوية الأولى والحمد لله بخير وسلام، الحمد لله، وعلينا الآن أن نبدأ في المئوية الثانية. شو هو الأردن اللي بدنا إياه؟ وبالتأكيد هناك إجماع في المملكة الأردنية الهاشمية أن الأردن أصلاً هو دولة مدنية ديمقراطية. ماذا يعني دولة مدنية؟ يعني عندنا إحنا سيادة قانون، لا أحد فوق القانون، مساواة بالمواطنة بين كافة مكونات الشعب، كان نحكي قاعدين على ذكر أم أنثى، مسلم أم مسيحي، أصول ومنابت، الأعراق، أنت مواطن لك ما لك من حقوق وعليك ما عليك من واجبات. هذه الدولة المدنية. طبعا الدولة المدنية أيضا تضمن الحريات، وتضمن بما في ذلك حرية الإعلام، وتضمن أيضا حقوق الإنسان. أما الديمقراطية، الديمقراطية فهي أن يكون الشعب مشارك بشكل رئيسي بالحكم. كيف سيكون هذا؟ طبعا عن طريق الانتخاب، وإحنا دولة ديمقراطية من باب أنه عندنا مجلس نواب يمثل الشعب بكافة أطيافه، نظام نيابي ملكي. نعم صحيح، نظام نيابي ملكي، ودستورنا واضح. نعم. الشعب هو مصدر السلطات. نعم. فكيف بدنا نوصل لتلك الدولة التي نتمناها؟ الدولة القوية الفاعلة اللي الدستور مطبق فيها بالعلم. كانت الأوراق النقاشية، صار في نقاش في المملكة الأردنية الهاشمية، وصار الآن الموعد للتنفيذ. انهينا النقاش. نعم. وانتقلنا من مرحلة الفلسفة إلى مرحلة التطبيق. نعم. فشكل جلالة الملك اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. نعم. حتى تضع بعض التعديلات الطفيفة في الدستور الأردني. نعم. حسب حاجة قانونين أساسيين، قانون نعم. الأحزاب. نعم. الذي ينص على ما هو الحزب وما هو عمل الحزب وكيف على هذا الحزب أن يكون. نعم. وقانون الانتخاب الذي سينقلنا إلى تلك المرحلة. بمشاركة أردنية وعربية واسعة، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مؤتمرا حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي كلمة الافتتاح أكدت بني مصطفى على دور الشباب والمرأة في العملية التنموية، وضرورة تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، مشيرة إلى أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. وأوضحت وزيرة التنمية أن أهم الإصلاحات على مستوى المنظومة السياسية هو إقرار تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب بما يسهمان في تمكين المرأة من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لها. تسعى كلية مجتمع طليطة غومي في بيت جالة لتأهيل شباب وشابات للانخراط في سوق العمل من خلال تزويدهم بمهارات في مجالات إدارة الطعام والشراب والعمل الفندقي والسياحة، علاوة أنها تقيم مخيمات صيفية ذات أهمية في هذا المجال. إلى التفاصيل مع رسالة الأرض المقدسة. هنا كلية مجتمع طليطة قومي التي تعمل تحت مظلة مدرسة طليطة قومي التابعة لكنيسة اللوثرية الإنجيلية، وبأجواء مليئة بالفرح احتفلت باختتام مخيمها الشف الصغير، حيث كان لنا لقاء مع عميد الكلية الأستاذة لوريت أبو جابر، والتي أوضحت لنا بإيجاز عن أهمية إقامة مخيمات كهذه والتي تعمل على صقل شخصية يعتمد عليها في المجتمع. مؤسسة طليطة قومي هي مؤسسة تابعة للكنيسة اللوثرية الإنجيلية اللي موجودين في بيت جالة من آلاف السنوات. كلية طليطة قومي تأسست سنة 2000 لما سوينا دراسة للمجتمع المحلي وشوفنا شو الاحتياج لسوق العمل، وقررنا أنه بما أننا نحن أراضي مقدسة
وسياحة عنا والحجاج نسبتها عالية وتعتمد عليها دولة فلسطين. فأنشأنا كلية طليطة تقومي متخصصة بالبرامج الفندقية لتزويد ورفد سوق العمل بالشباب المتخصصين والخريجين المتخصصين المهارين الكفؤين بالخدمات السياحية. تخلل الاختتام ورشات عمل في فن الطهي وإعداد الحلويات وأداب المائدة بحضور أهالي الأفراد، وعرض تقرير عن فترة المخيم والنشاطات المتنوعة وفن التصوير الفوتوغرافي وإعداد الشمع والرحل والعديد من الفقرات. طبعا بالكلية نحن بنعطي الدبلوم المتوسط المعترف فيه من وزارة التعليم العالي للشباب الناجحين بالتوجيهي بمعدل 50 وفوق، لكن نحن في 2006 أنشأنا مركز تدريب مهني لأنه مش كل الشباب والشابات ميولهم أكاديمية، ففي عندنا كثير شباب بعد صف العاشر بيطلعوا من الدراسة، فبتوجهوا لمراكز التدريب المهني ليأخذوا مهنة المستقبل ويبنوا مستقبل واعد لهم. فنحن هون كمان نستقبل هدول الشباب والشابات، وفي عندنا برنامج دعم للمرأة مع الاتحاد العالمي اللوثري العالمي الكندي اللي اسمه ثابري، هو هذا بدعم المرأة وبمكنها في مجتمعها المحلي. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشتركين بحضور العميد لوريت والشيف أنور فرج والأستاذ جريس بصير والمتطوعين بعد كسبهم لمهارات في فن الطهي. نحن بالكلية والمركز منتبع نظام الثنائي للتعلم اللي هو عملي ونظري مع بعض، وفي عنا نشاطات خدمة مجتمعية ونشاطات توعية لطلاب المدارس وللمجتمع المحلي اللي منوعي فيها عن المهن الموجودة عندنا في الكلية والمركز. ونحن كل سنة نعمل مخيم صيفي الطاهي الصغير اللي هو جاي مستوحى اسمه من المهن اللي نحن منعلمها هون بالكلية والمركز اللي منوعي فيها الطلاب لمهنة الشيف. طبعاً منضيف لها مهن أخرى اللي هي زي تصنيع الشمع، زي التصوير، زي أداب المائدة، السفرة، كمان وتصنيع الحلويات. منوعي الطلاب لكل هدول المهن اللي ممكن هم بالمستقبل يحبوهم ويجوا يدرسوا هدول التخصصات. نوسع مدارك الطلبة للمهن الموجودة عندنا في المجتمع واللي بحاجة لها سوق العمل. وأنا انضميت لهذا المخيم عشان أنا بحب الطبيخ وبدي أزيد مهاراتي في الطبيخ، وهذا المخيم أفادني كتير إنه شفت كتير أكلات، يعني نشروا لي الوعي إنه في كتير أكلات مش منيحة للناس والناس بفكوها منيحة وصحية. الهدف من هذه النشاطات اللي بنسويها في كلية مجتمع طليطة هو إعطاء فكرة جديدة للأجيال الصاعدة بأهمية مهنة الطبخ وأهمية مهنة إدارة الطعام والشراب، لانه زي ما الجميع بيعرف انه احنا بنمر في ظروف استثنائيه في مجتمعنا الفلسطيني. هذه الظروف بتحتم علينا انه نتجه بشكل جدي نحو المهن والصناعات المهنيه اللي من ضمنها صناعه الطعام والشراب، لما لها من اهميه كبيره في انتعاش السوق المحلي وإلها أهمية كبيرة في إضافة أشياء جديدة في مجتمعنا. مش إنه منقلل من أهمية التعليم النظري، ولكن التعليم المهني هو مطلوب مش بس في فلسطين، هو مطلوب عالميا. ويذكر أن هذه الكلية توفر فرص التعليم المهني لينخرط الفرد في المجتمع بعد اكتساب الخبرة والمعرفة والدورات العملية والنظرية ليصبح إنساناً فعالاً في حياته، وخصوصاً أن الأراضي المقدسة تعد الأولى في السياحة وتوفر فرص عمل لهذه الفئة المجتمعية. كلية طليطة قومي أو مؤسسة طليطة قومي جاي اسم طليطة قومي هو من الإنجيل، هي عجوبة عملها السيد المسيح له المجد لما قوم من فتاة طليطة من الموت. فمؤسستنا هي مؤسسة عريقة تابعة للكنيسة اللوثرية، موجودين في بيت جالا، كان أساسنا في قدس، كانت في شارع يافا وانتقلت بعدين على بيت جالا بهذا الموقع. للنورسات مارلين الحدوى من كلية مجتمع طليطة قومي بيت جالا.
في خطوة تعكس روح التضامن والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، افتتحت جمعية القديس يوسف الخيرية في بيت ساحور بحضور عدد من المطارنة والكهنة وجمع من أبناء البلدة. تهدف الجمعية إلى دعم العائلات المسيحية ذات الدخل المحدود في محافظة بيت لحم وتلبية احتياجات المجتمع في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الحالية. كما يبرز دور الجمعية بتشجيع الشباب المسيحي الفلسطيني على البقاء في أرضه رغم التحديات، وتوثيق أواصر الأخوة بين الشباب ومد يد العون لكل محتاج كما دعانا السيد المسيح. يواجه المسيحيون في غزة ظروفاً صعبة بسبب الحرب المستمرة في القطاع، مما أدى إلى تعليق أعمال العيادة الطبية وبعض الخدمات التي تديرها جمعية كاريتاس في غزة. لكن أكبر تحدياتها هو الوضع الأمني السائد وصعوبة التنقل والتنسيق، إضافة إلى انتشار الأوبئة وتلوث المياه والهواء. كما أن عدد السكان المسيحيين في غزة آخذ بالتراجع، مما دفع نحو 350 مسيحياً إلى الهجرة من أصل حوالي 1000 شخص. وأكدت كاريتاس بأن وضع المسيحيين في غزة صعب للغاية، وجميعهم يلجؤون إلى كنيستي العائلة المقدسة للاتين والقديس برفيريوس للروم الأرثوذكس بعد استهداف المناطق التي كانوا يسكنونها. ومع ذلك فقد تعرضت كنيسة القديس برفيريوس للقصف من قبل طيران الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 18 لاجئا مسيحيا في الكنيسة، إضافة إلى 10 مفقودين. بحضور قدس الأيكونومس إيرينيوس سمدانات مسؤول مكتب الزواج وبيت العائلة المسيحي، أقيمت في قاعة القديسين قسطنطين وهيلانة في كنيسة البشارة العبدلي أول محاضرة للدورة 24 من برنامج خاتمين على صخرة الرب بمشاركة ما يقارب 30 خطيبا وخطيبة. شارك في الدورة التي حضرها سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس كل من الأب إغناطيوس خليفة والمرشدة سمر تادروس، اللذين ركزا على ضرورة أن يضع الطرفان تصورا واضحا للحياة الزوجية مع أهمية معرفة كل منهما اهتمامات وأولويات ومسؤوليات الطرف الآخر. ثم أكمل المدرب خليل وهاب اللقاء بالحديث عن شخصياتنا في الزواج، حيث قدم محاضرته بحديث روحي قيم. وأكملت من بعده المرشدة سمر تادروس الحديث بموضوع رابط لا ينقطع. هنأ غبطة الكاردينال بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين طلبة المملكة الناجحين في الثانوية العامة التوجيهي، وقال في رسالة موجهة: بقلوب مليئة بالفرح والفخر نهنئكم على نجاحكم وتفوقكم في هذه المرحلة المهمة في حياتكم، حيث كنتم مثالا للتفاني والإصرار، ونجاحكم هو ثمرة جهودكم وتعبكم. نصلي أن يبارككم الرب ويسدد دربكم في كل خطواتكم المستقبلية. استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبة المدارس الحكومية يوم الأحد المقبل. وقد انتهت الوزارة من إجراءات استقبال الطلبة وتوريد الكتب وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس. وبيّنت الوزارة أنه سيتم تسليم الكتب بموعد أقصاه 25 من الشهر الجاري، بعد أن تم التأكد من تجهيز المدارس كافة بالأثاث المدرسي. وأشارت الوزارة إلى أن دوام طلبة المدارس الخاصة سيبدأ في الأول من شهر أيلول المقبل، وأنها ستحدد أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة للحكومية وبالعكس بعد انتهاء الفترة المحددة للانتقاء ومدتها أسبوعان منذ بدء العام الدراسي. ويشار أن عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة يبلغ قرابة 2.5 مليون طالبا وطالبة. رعى السيد ميشيل الصايغ حفل افتتاح البازار السنوي 44 لمجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية، وذلك في مقر المجموعة بجبل الويبدي بعمان. حضر الافتتاح مندوبا عن سيادة المطران خريستوفوروس الأيكونومس إيرينيوس مدانات وأليكسوس قاقيش. واشتمل البازار الذي استمر عدة أيام على مشغولات يدوية وألعاب ترفيهية ومأكولات شهية وجوائز قيمة. وقد جاء إقامة هذا البازار بمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس المجموعة. بازارنا هذا السنوي احنا عرف صار عنا بالمجموعة، المجموعة هاي تأسست سنة 1964، السنة هاي بيكون احتفالنا بالستين سنة بوجودنا في ضمن الكشاف الأردني وفي المقر هذا. احنا يعني بنربي اجيال من الكشافه، من الزهرات، من الاشبال، من المتقدم، اللي هم بيقدروا ينقلوا هاي الرساله للاجيال اللي بعدهم، وهيك بتستمر المسيره تبعت الكشافه في الاردن.
ضمن سلسلة حلقات كنيستي، قام فريق مكتب نورسات الأردن في وقت سابق بزيارة إلى كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق للتعرف على تاريخ تأسيسها ونشأتها ونشاطاتها الرعوية. كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق، هذا المكان العامر نصل إليه اليوم ضمن حلقات كنيستي لنتعرف وإياكم على نشأتها وتاريخها البهي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كنيسة رقاد السيدة العذراء تبعد عن العاصمة الأردنية عمان ما يقارب 70 كيلو مترا من الشمال الشرقي في محافظة المفرق. بنيت عام 1965 على أنقاض الكنيسة القديمة المبنية من الطوب الطيني، يبلغ طولها 20 مترا وعرضها 11 مترا وارتفاعها 5 أمتار. قام ببنائها الأب أيوب عويس في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وببركة غبطة البطريرك فينيديكتوس الأول. تمتاز الكنيسة ببنائها على شكل شبه سفينة، والتي ترمز لانتقال المؤمن من الحياة الدنيوية إلى الأبدية. تحوي الكنيسة من الداخل على مجموعة مميزة من الأيقونات القديمة والحديثة، وأهمها نسخة طبق الأصل من أيقونة فلاديمير الأثرية العجائبية لوالدة الإله، كما تحوي على جرس قديم كان موجودا في كنيسة القيامة ويعود عمره لأكثر من 100 عام، أحضرته لجنة الرعية في عهد مثلث الرحمات البطريرك فينيديكتوس الأول. ومن أبرز الكنوز المحفوظة داخل الكنيسة مجموعة من الكتب المقدسة تستخدم للصلاة، وكذلك أواني مقدسة للمذبح يعود تاريخها إلى عام 1888. الأب ديمتريو السماوي راعي الكنيسة حدثنا عن الرعية وتاريخها بإسهاب فقال: بداية تجمع المسيحيين كان تقريبا في منتصف القرن العشرين، عندما جاءوا المسيحيون لكي يعملون في خط التابلاين، خط البترول الموجود كان يمتد من العراق لغاية شواطئ فلسطين، والذي لم يكن له النجاح بسبب الظروف التي حدثت في 48 و67، فلم يكتب النجاح لهذا الخط البترولي. كان كثير من المسيحيون قد جاءوا من عدة مدن من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط، وسكنوا في مدينة المفرق في ذلك الوقت. كان أول بناء لكنيسة للروم الأرثوذكس في المفرق كان نحو تقريبا سنة 1940 ميلادي. كانت الكنيسة مبنية من الطوب الطين، وكانت كنيسة وأيضا في بجانبها مدرسة لخدمة أبناء الرعية. ثم الكنيسة لم تعد تفي بحاجة أبناء الرعية نظرا لوجود عدد لا بأس به من أبناء المسيحيين في محافظة المفرق، فصار الاتجاه إلى بناء هذه الكنيسة الموجودين نحن فيها الآن، والتي بنيت سنة 1965 ميلادي.
في هذه الكنيسة التي تقع على دنم من الأرض فيها بعض المرافق والخدمات، بعض القاعات، وكذلك لخدمة أبناء الرعية وبعض الصفوف لخدمة طلاب مدارس الأحد. رعية المفرق للروم الأرثوذكس يبلغ تعدادها بما يقارب 800 فرد، سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال. عدد المسيحيين في المفرق يقارب من 2000 شخص مسيحي في محافظة المفرق. في عدة كنائس تخدم المسيحيين في محافظة المفرق، مثل رعية اللاتين ورعية الروم الكاثوليك، بالإضافة لرعية الروم الأرثوذكس التي تخدم أبناء المسيحيين في هذه المحافظة. بناء الكنيسة يعود إلى سنة 1965 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال. في عهد البطريرك بنديكتوس بنيت هذه الكنيسة، وكانت بتبرع من البطركية، وأيضا قامت في بناء مدرسة لخدمة أبناء الرعية، لكن للأسف هذه المدرسة لم يكتب لها النجاح والاستمرارية. وكذلك كانت تحتوي على بعض الصفوف للتدريس والتعليم الطلاب. نأمل في المستقبل أن يكون لدينا قطعة أرض أكبر مساحة لكي يكون هناك بعض المرافق من قاعات وكذلك صفوف، حتى عندنا أمل أن يكون لدينا مدرسة تهتم بأبناء الرعية وأبناء المفرق، خاصة مدرسة مميزة تقوم على التعليم بحسب الطرق الحديثة وأيضا للتوعية وكذلك تعميق الانتماء للكنيسة والوطن. قام الأب ديمتريوس السماوي بإنجازات عدة، أهمها بناء قاعات جديدة مجاورة للكنيسة لتقام بها أنشطة وفعاليات الجوقة والشبيبة ومدارس الأحد. ولا ننسى وجود جوقة كنيسة رقاد السيدة العذراء ونشاطها الدائم في محافظات المملكة، التي نبعت من قلب الكنيسة على يد المرتل الأول في شمال الأردن الدكتور رامي سماوي، حيث تعد من أوائل الجوقات الأرثوذكسية في الأردن، وتقدم باقات مميزة من الألحان البيزنطية في كل موسم. جوقة رقاد السيد العذراء قد أقامت أيضا بعض الأمسيات وشاركت في بعض القداديس الإلهية خارج الأردن. في كان هناك أمسية برعاية صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس في مدينة رام الله، وكذلك كان في هناك بعض إقامة القداس الإلهي في قبرص، وهناك أيضا دول أخرى خارج الأردن قد تم إقامة بعض الأمسيات والتراتيل في خارج إطار المملكة الأردنية الهاشمية. نشاطات طلاب مدارس الأحد وأيضا لهم العمر تقريبا ما يقارب 20 عاما التي ترفض الكنيسة بالشخيرة الشباب الذين كانوا أطفالا صغارا ونشأوا وتربوا هنا في هذه الكنيسة، وكانوا صاروا شبان وشابات يخدمون الكنيسة يخدمون الرعية. أما بالانضمام إلى الجوقة أو بالانضمام إلى الخدمة أو للعمل الرعوي، كل هذه الأمور سواء كانت الجوقة أو الأخوية أو طلاب مدارس أحد أو الشبيبة، كلياتنا جميعا نعمل لخير الكنيسة وأيضا لخدمة الرعية. الكنيسة تحوي بعض الكنوز المهمة جدا والتي نحافظ عليها. من هذه الكنوز بعض الأيقونات القديمة وبعض الكتب الطقسية القديمة التي تعود إلى أكثر من 100 عام، وكذلك الكنيسة تحوي بعض القطع الخشبية التي حافظنا عليها أو بعض الأواني النحاسية التي موجودة في هذه الكنيسة وقد تعود إلى أكثر من 100 عام موجودة في هذه الكنيسة. قبل 3 سنوات أو 4 سنوات حصلنا على ذخيرة أحد القديسين المعروفين وهو القديس يعقوب الحمطوري، حيث قمت في زيارة إلى دير حمطورة، وفي بركة الأب بندليمون رئيس الدير قد حصلنا على ذخيرة من عظام القديس يعقوب الحمطوري الذي استشهد في دير حمطورة العذراء مريم، وقد حصلنا على هذه الذخيرة وهي موجودة في الكنيسة ودائما موضوعة على المائدة للتبرك منها. في تعاليمك المضيئة أنت سراج
ملجئي في كل ضيق. بمشاركة واسعة من الشبيبة الكاثوليكية اختتمت في بغداد فعاليات شبابية تحت شعار فكر ميز قرر، وكانت الفعاليات قد انطلقت في كنيسة سيدة البشارة الكلدانية بحضور غبطة الكاردينال لويس رفائيل ساكو، الذي تطرق في كلمته إلى الأفكار التي تشغل الشباب في وقتنا الحالي، مشجعا إياهم على التفكير في الدعوات الكهنوتية والرهبانية. أعقب غبطته عرض المحاور الأساسية للعزوبية والزواج والتكريس وأبعادها الاجتماعية والنفسية والروحية، ثم تقديم خبرات حول المحاور نفسها بهدف مساعدة الشباب على التفكير والتمييز لاتخاذ القرار الأصوب في حياتهم. وأكد المتحدثون أن شبابنا بحاجة إلى الإرشاد والمساعدة لتكوين رؤية واضحة واتخاذ القرار الصحيح في ضوء كلمة الله وتعليم ربنا. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة مميزة بعنوان انتقال مريم العذراء إلى السماء علامة رجاء، حيث أكدت الحلقة أن موت أمنا العذراء هو علامة رجاء، وما انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء إلا ثمرة قيامة السيد المسيح المنتصر على الموت. فنحن نرى في انتقال أمنا السماوية آية خلاصنا وعلامة رجاء وطيد بأن الله قد غلب الموت فعلا، وأنه لا سلطان للموت على المؤمنين به. كما تلقى البرنامج اتصالا من الإرشمندريت نادر صوق كاهن رعية كنيسة العذراء مريم جبل عمان. فإلى هناك أبونا، كلمة انتقال وكلمة رقاد وكلمة يعني في هناك اختلافات بالكلمتين. السؤال الثاني كمان اللي الناس عم تطرحه، انه من اين جاءت هذه العقيدة؟ وعند البحث على طبعا محركات البحث الانترنت على جوجل، يعني بيشوفوا انه هذه العقيدة تم اعلانها سنة 1950، لكن هي عقيدة قديمة، يعني من القرن الرابع الميلادي الناس عم تحتفل بهذه بعيد الانتقال، فلماذا تم اعلانها كعقيدة بسنة 1950 عن يد قداسة البابا بيوس الثاني عشر؟ فكل هاي الأسئلة رح نتطرقها، رح نتطرق كيف صار عملية إعلانها كعقيدة، وكيف المراحل اللي تم البحث في هذا الموضوع. في ناس كتير طبعا من الجماعات الأخرى اللي ما بتآمن يعني بهذه العقائد اللي أصدرتها الكنيسة، تؤمن فقط بما جاء في الكتاب المقدس، وموضوع الانتقال ما جاءش في الكتاب المقدس صريحا بعبارات صريحة إنه رقدت العذراء وثلاثة أيام مثل ما يسوع بقي في القبر ثلاثة أيام، ومن ثم لما إجوا فتحوا على القبر لقوها مش موجودة، وعن قصة توما لما انخطف وإجا هو من مكان آخر في شاف العذراء طالعة بالنفس والجسد بالسماء وتركت لها زنارها، وأيضا هناك رؤيا يوحنا 12 عم بيحكي عن العذراء مريم امرأة ملتحفة في السماء، و وتكملت الآية إذا في وقت كمان رح نحكيها هلأ أبونا. فهاي الأمور كلياتها أبونا الناس يعني بتتساءلها وبتتطرق لإلها، فيعني لازم نعطيك اليوم فكرة عن هذا الموضوع ككل وناخده بكل الجوانب. لما بنحكي عن الـ 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 الانتقال، شو يعني الانتقال، شو يعني الرقاد؟ كما رقد آباؤنا وأجدادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سائدة كلمة الرقاد بالعهد القديم على أنهم في مثوى الأموات، في منطقة الويتينج بيستنوا المسيح يجي تيطلعهم. بيسموها مرات إلها أسماء كثيرة، اللي هي الجحيم أو هي الويتينج روم، المنطقة اللي كانوا ينتظروا فيها قدوم السيد المسيح. هلأ هذا هو الرقاد. أما الانتقال اليوم احنا ما نحب نستخدمها كمؤمنين، ما نقول توفى فلان، نقول انتقل. انتقل الى احضان الاب برحمته تعالى، او انتقل الى يعني فكرة الانتقال مع المسيحية مش بس عند العذراء، اصبحت عقيدة راسخة بحياتنا. انه
وين أبوي؟ انتقل عند يسوع، انتقل. هاي الانتقال، وكأنك تستخدمين مصطلح فيزيائي، حركة. الانتقال في حركة، تغيير اللوكيشن. نعم. إذن هو لجميع البشر في عملية الانتقال بالنفس، ولكن الانتقال للجسد هنا اللي بنحط عليه خط. هل انتقلت حقيقة مريم العذراء بالجسد؟ ومن أثبت ذلك؟ نعم. نرجع على موضوع أنه العقيدة شرطها الأساسي أن يكون لها سند بالكتاب المقدس. نعم. هلأ سند تاريخي، سند فلسفي، سند لاهوتي، بدنا نبحث ونشوف. لما بنحكي أنه إحنا هي انتقلت بناء على قصص وروايات القديسين اللي حكى أنها القديسين انه كانتوا مسافر واجتوا ما وفتحوا القبر وما لقوه، عرفوا انه جسدها تكرم، فاصبح اللاهوتين يفكروا. يعني كان ما فتحوا الجسد القبر لو ماتوا ما اجوا قال انا شفتها بالسماء. بالسماء. بس الفكره اللاهوتيه اللي فتحت افاق اللاهوتيين فيما بعد انه اجره الخطيئه هي 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 الموت. والعذراء بحسب العقيده السابقه لهذه العقيده، عقيده الحبل بلا دنس، تقول نعم. انها حبل بها بلا دنس الخطيئه الاصليه. نعم. يعني ما عندها مريم العذراء خطيئه. نعم. فهي ما بتحتاج يظل جسدها ينتظر لما يجي يسوع بالنهايه الزمن تياخذها. نعم. فهالتفسير شوي في منطقيه. نعم. انه ليش هي طلعت بالجسد يعني. نعم. شو الفكره انه من دون كل البشر ادم اندفن بتراب. نعم. ومن ادم قديش اجى انبياء. العذراء لانها كانت شريكه موضوع التجسد الفداء بالتالي، وبالتالي يعني كيف اخذ يسوع بشريتنا الا من خلال مريم العذراء؟ يعني المنطقي انه يكون في لها تكريم خاص. طبعا بالنسبة لعنوان الحلقة انتقال السيدة العذراء علامة رجاء، نعم عنوان علامة رجاء، نحن أبناء الرجاء، نحن أبناء القيامة، وهذا العيد بيأكد لنا أنه سيدتنا مريم العذراء لم تخضع لفساد الموت، بحيث أنه لم يعرف جسدها الطاهر فساد القبر. ومثل ما تفضلتوا هذا العيد تحول إلى عقيدة إيمانية، وبالتالي بانتقالها إلى السماء رسمت لنا سيدتنا مريم العذراء الطريق إلى السماء اللي علينا إحنا أن نسلكه كما سلكته أمنا مريم بإيمانها ورجائها ومحبتها. فأصبحت أمنا مريم هي المثال والشفيعة لنا، هي النموذج لكل واحد منا. ومن وحي عيد انتقال السيدة يمكننا أو نستطيع أن نقول إنه الحياة حلوة، ولكن الحياة مع الله في السماء أحلى، الحياة مع ربنا في السماء أحلى، وأيضا الحياة على الأرض زراعة ودموع، ولكن في السماء حصاد وابتهاج، كما يقول المرنم في المزمور 126 الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. حلو. طبعا إذا نراجع الإنجيل المقدس نرى أن سيدتنا مريم العذراء هي المرة الوحيدة التي طوبت. كم مرة طوبت برأيكم؟ نعم. برأيكم كم مرة طوبت؟ كثير. ثلاث مرات. ثلاث مرات. التطويب الأولى كما قالت في نشيدها، ها منذ الآن تطويبني جميع الأجيال. نعم. والتطويب الثانية مين قالتها؟ قالتها القديسة إليصابات. نعم. طوبى للتي آمنت بأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. والتطويب الثالثة فيما يسوع يتكلم، رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. بالتالي نحن احنا المسيحيين منطوب السيدة العذراء، منكرمها الإكرام اللائق ولا نعبدها. نعم. بالتالي العذراء طوبت لأمور كثيرة، ولكن هنا أحب أختصرها بثلاثة أمور. نعم. أولا العذراء مطوبة ليه؟ لأنها حافظة الوصية،
وطوبى للذين يسمعون كلام الله ويعملون بها، كما قال السيد المسيح له كل المجد. إذن هنا سيدتنا مريم العذراء بتعلمنا طاعة الوصية، نعم. أن نطيع وصايا الله. وتاني شغلة أنه طوبت العذراء لأنها ولدت المسيا أي المسيح، نعم. شو منقولها في صلاة المدائح اللي منصليها بزمن الصوم الكبير؟ نعم. السلام عليك يا من أظهرت المسيح الرب المحب البشر. افرحي يا من أظهرت المسيح الرب المحب البشر. نعم. وثالثا العذراء مريم طوبت لأنها تحملت الألام بكل إيمان ورجاء. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك، الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر. الكاردينال بتسبالا يدعو الرعاية والجماعات الرهبانية إلى صلاة مشتركة من أجل السلام. منح الأب منويل بدر رتبة فارس القبر المقدس تقديراً لعطائه وخدماته للكنيسة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.